وكان بعض العلماء يقول صلاح أمر العبد كله موقوف على هذه الصلاة، لن تجد أحدا يوفق في هذه الصلاة فيؤديها كما أمره الله إلا فتحت له أبواب الرحمة في الدنيا والآخرة، ويفلح وينجح وجميع مصالحه الظاهرة والباطنة في أمر دينه ودنياه، بل ليس مع نفسه بل حتى مع الناس، حتى رزقه الذي يرزق موقوف على هذه الصلاة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. حتى عصمة عن الفواحش، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا أديت هذه الفريضة أخذ الله بها بمجامع قلب العبد من الشر إلى الخير، ومن الشقاء إلى السعادة، ومن الهوى والردى إلى مسالك أهل الرضا، وكل هذا بتوفيق الله جل وعلا. أمرها عظيم. لا أرى شيئا بعد توحيد الله تحاسب عنه نفسك حسابا شديدا كل يوم أعظم من الصلاة. ووالله لو أنك وقفت مع نفسك وقفة صادقة من الآن تحاسب نفسك في كل صلاة فريضة أو نافلة، كيف أنت تصلي؟ وهل هذا الموقف يليق بك بين يدي الله؟ والله ثم والله وأقسم بالله يمينا لا أستثني فيها، لو أن الناس راجعوا أمورهم في هذا الأصل العظيم لفتح الله عليهم من أبواب الخيرات والرحمات والبركات ما لم يخطر لهم على